هل تؤيد فكرة حل الدولة الواحدة ثنائية القومية والاحتكام لصناديق الاقتراع؟ هل تؤيد فكرة حل الدولة الواحدة ثنائية القومية والاحتكام لصناديق الاقتراع؟ هل السلطات الحكومية والأجهزة الأمنية تتحمل جزءاً من المسؤولية عن وجود هذه الظاهرة؟ هل السلطات الحكومية والأجهزة الأمنية تتحمل جزءاً من المسؤولية عن وجود مثل هذه الظاهرة؟ هل ترى أن المقاومة المسلحة هي الأمل الحقيقي في تحرير فلسطين؟ هل ترى أن المقاومة المسلحة هي الأمل الحقيقي في تحرير فلسطين؟ هل تؤيد وجود هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال؟ هل تؤيد فكرة وجود هدنة طويلة الأمد مع الاحتلال؟ هل القانون الفلسطيني يتساهل مع العنف ضد المرأة وجرائم الشرف؟ هل القانون الفلسطيني يتساهل مع العنف ضد المرأة وجرائم الشرف؟ من يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن حالة الانقسام الفلسطيني؟ برأيك، من يتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية عن حالة الانقسام الفلسطيني؟ هل ترى أن التنسيق الأمني وقمع المقاومة من قبل السلطة هو السبب الحقيقي للانقسام؟ هل ترى أن التنسيق الأمني وقمع المقاومة من قبل السلطة هو السبب الحقيقي للانقسام؟ هل يعتبر الفقر والأحوال المعيشية الصعبة سبباً في زيادة حالات التخابر مع الاحتلال؟ هل يعتبر الفقر والأحوال المعيشية الصعبة سبباً في زيادة حالات التخابر مع الاحتلال؟
هل تتحمل السلطة الحاكمة في غزة أو الضفة جزءاً من المسؤولية في تورط العملاء؟ هل تتحمل السلطة الحاكمة في غزة أو الضفة جزءاً من المسؤولية في تورط العملاء؟ هل تؤمن بأهمية إجراء انتخابات في ظل وجود الاحتلال؟ هل تؤمن بأهمية إجراء انتخابات في ظل وجود الاحتلال؟ هل ستحل الانتخابات الرئاسية جزءاً من المشاكل في الساحة الفلسطينية؟ برأيك، هل ستحل الانتخابات الرئاسية جزءاً من المشاكل في الساحة الفلسطينية؟ هل ترى أن رحيل محمود عباس سيؤثر سلباً أم إيجاباً على الفلسطينيين؟ هل ترى أن رحيل محمود عباس سيؤثر سلباً أم إيجاباً على الفلسطينيين؟ من تختار رئيساً من بين هذه الأسماء؟ إسماعيل هنية، محمود عباس، مروان البرغوثي. هل تقوم الوصاية الهاشمية بدورها على أكمل وجه على القدس وأوقاف القدس؟ برأيك، هل تقوم الوصاية الهاشمية بدورها على أكمل وجه في القدس وأوقاف القدس؟ هل تؤيد تدخل المقاومة في غزة في حال حدوث تصعيد في القدس أو الضفة؟ هل تؤيد تدخل المقاومة في غزة في حال حدوث تصعيد في القدس أو الضفة؟ هل ترى بضرورة وجود التنسيق الأمني مع الاحتلال؟ هل ترى بضرورة وجود التنسيق الأمني مع الاحتلال؟
هل تؤيد فكرة حل السلطة الفلسطينية؟ هل تؤيد فكرة حل السلطة الفلسطينية؟ السلطة الفلسطينية الممثل الوحيد حسب القانون الدولي لفلسطين، يعني صراحة راح فلسطين قدام المجتمع الدولي. لا هي كلام.